السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بألف خير. أنا جبت لكم الفيديو ده روتين لنفس السيدة التركية، لأن الفيديو اللي فات أنا بشكر كل اللي دخل عندي وقال رأيه في الفيديو، كل الناس اللي دخلت عندي القناة جديد طبعا كتير قوي من أهل الجزائر وأهل العراق، أهلا بيهم. أول مرة يبقى بالعدد ده من العراق والجزائر، شكرا لكم ونورتونا كل سيدات وفتيات العراق، اهلا بيكم. النهارده بقى زي ما انتم شايفين روتين لنفس السيده التركيه اللي الفيديو نال اعجابكم. هنبدا معاها كده من اول يومها ونشوف هي بتعمل ايه، وجبت لكم مقاطع كتير لنفس اليوم اللي هي فيه، ولو حبيتوا كمان نستمر اعرض لكم حاجات كتير هي بتعملها، لان هي مش شخصيات انا شخصيا بحبها وبحس ان ليها قبول وعندها طاقه. احنا كمان يا جماعه مش بنعرض لان حد افضل من حد، او ان احنا بنتكلم عن السيدات التركيات افضل من العربيات، لا طبعا هما كمان عربيات ومسلمات، ولكن انا بعرض لنموذج بيعجبني او نموذج ممكن ناخد منه افكار. احنا ممكن نعرض لاكتر من حد، المهم كلنا هنستفيد. وساعات فيديوهات روتين بتدينا طاقة ايجابية لو كسلانين ان احنا نقوم نعمل ده، ممكن نشغل الفيديو ونبدأ تشتغل زي ما بتشتغلي كده بالظبط وتحسي ان حد معاك. هي دلوقتي هتبدأ ترتب كل الاطباق اللي في المطبخ خلاص كده وبتمسح الرخامة، كلنا بنعمل ده. بس بصوا بقى الجميل عندهم المطبخ عندهم مساحتها واسعة، بيهتموا جدا بمساحة المطبخ، ودي من الحاجات اللي بتعجبني. والبلكونات يعني شايفين ما شاء الله المطبخ مساحته حلوة قوي، كمان بيحطوا دايما ترابيزة أساسية في المطبخ، يعني ممكن يستغنوا عن ترابيزة السفرة إلا ترابيزة المطبخ. دايما كمان المطبخ باللون الأبيض، ده من الحاجات الجميلة اللي أنا شخصيا بحبها، بتدي مساحة أكبر وبتوسع في المساحة، فبتبقى بتدي راحة كمان للعين. شايفين كمان السجادة فاتحة، طبعا بيبقى صعب في المطبخ، يعني فكرة السجاد الفاتحة دي صعب بالنسبة لي في المطبخ، لكن هي شايفين هما كمان بيغيروا في السجاد بشكل كبير، يعني دايما تحس ان فكرة تغيير السجاد عندهم وردة. الجميل في الفيديو ان هي في كل فيديوهاتها بتشارك ابنها معاها، في حتى لو مش هيعمل معاها حاجة بيبقى جنبها. طبعا انتوا عارفين ان النظافة والترتيب سلوك، فممكن يقلل السلوك ده وبالفعل بيساعدها في حاجات كتير. بصوا بقى خلاص هي شالت السجاد، تبدأ تمسح بقى المطبخ كله. دخلت دلوقتي على الحمام زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليها كلها طاقة ونشاط، تغسل كل الحاجات بتاعت البانيو. طبعا كل ده بياخد وقت، لو انت تعملي كل ده يوميا صعب، يعني انا شخصيا افضل ان انا هنضف حاجه يعني بذمه قوي، اخد اوضه كل يوم او مطبخ كل يوم اجيبه كله انكشه من الاول او الحمام، لكن لو التنظيف اليومي مش هياخد مني وقت. كمان الكل بتظبطها، هي بتهتم بالتفاصيل. يعني انا رايي دايما بقول ان احنا نبدا، لو انا هقلب الشقه كلها اخد اوضه اوضه، ما اقلبش الشقه كلها في يوم، صعب صعب جدا ويبقى ارهاق كتير. وكل يوم بقى يبقى شغلي بسيطه، مشط الشقه كلها. تبدا كمان هنا تكنس الاول بالمكنسه الصالون، بصوا هتفرش كل التكاوي والكوشن والشلت بتاعت الانتريه في المكنسة الاول، تنفض التراب. طبعا انا مش ممكن اعمل ده كل يوم، ممكن اعمل ده ان انا اشيل التكاوي كلها من الكنب الانتريه او صوم اسبوعيا. بص بقى هي بترش مسحوق ومعطر على الاماكن دي، بترشه شويه كده وتبدأ تشفطه، ده التنظيف جاب بالمكنسة. ابنها كمان بيساعدها، ربنا يبارك لها فيه يا رب. هيبدأ يشتغل هو كمان اهو، لانه السلوك دايما نظافة بقوله مكتسب. هتعمل كمان على الشلت اللي فوق نفس الحركة، تمسح الارضيات بعد ما كنستها بالمكنسة كويس.
الترابيزات، وشوف في الاخر بقى تعمل ايه. يا ريت لايكات للفيديو الحلو ده، وطبعا اتمنى اسمع رايكم وكومنتاتكم الجميله. ولو عاوزين حلقات اكتر للسيده دي والستات التركيات كتير، او اي نموذج ممكن ناخد منه فكره، هعرض لكم ده ان شاء الله. لو خدت بالكم ان هي بدات تحط ايدها في ظهرها. كتير من التعليقات اللي جات له في الفيديو اللي فات معظمها من سيدات عرقيات، بيقولوا ان تعب كتير قوي ان هي بتعمله، وان الانسان بيخسر صحته، وده حقيقي. لو انت بتلتزم تشتغلي بنفس الطاقه دي كل يوم بيبقى تعب وارهاق. يعني انا افضل الكلام ده يتقسم على اكتر من يوم، لان ارهاق ان حد يعمل كل ده يوميا، بس هي بتعمل ده يوميا. ربنا يديم عليها الصحه، هنمسح كله والكنب تمام والخشب اتلمى. هي عامله جردل لتلميع الخشب وجردل لتلميع الارض. بصوا بقى هنا، هي بقى قعدت كده روقت، عملت كوبايه المشروب بتاعها المفضل، لبست الشوز الكعب العالي، وقعدت بقى كده ارتاحت وحست بالنظافه. كلنا بقى عندنا الاحساس بالنظافه لما ننظف البيت، نحس ان احساس بالمتعه كده. خدت بالكم ان هي لبست الكعب العالي والنظام. بص بقى تبدا تعمل ايه، بتعمل فطيره حلوه قوي. انا حبيت اجيب لكم الفيديو ده لان الفطيره كمان عجبتني قوي. بصوا كمان هي شاطره كمان في المخبوزات والمعجنات، لحمه معصجه بالنرال الاولانيه، وبترجع تفرد تاني. خلي بالك شو بتفرد على حاجة فوق الرخامة مش على الرخامة نفسها. تدي كمان طبقة، التانية بتعمل زي تارت، فكرة التارت او زي فكرة الجلاش، بس هي عاملة العجينة نفسها كمان مرة، يعني حشيها اكتر مرة وترش زيت زيتون. تبدا بقى تضغط عليهم كلهم مع بعض، وبتعمل الحركه دي بزيت الزيتون، وتبدا تقطع كده بالظبط مع زيت، مع رشه زيت الزيتون اهو. دخلها الفرن، وتعمل كمان صينيه تانيه. دخلت المطبخ وحست ان في عندها مسؤوليات تانية. بصوا جايبه العلب دي، بصوا بقى العلب دي، العلب دي انا بحبها قوي لان هي شفافه لونها حيادي، وفي نفس الوقت بقى شكلها حلو في المطبخ. بس هي ترتب فيها ايه، ان هي هتعمل العلب دي مش للبهارات، من الواضح كده هتعملها كمنظمات. منظمات ايه بقى؟ لقطعات التارت، لقطعات التارت وحاجات الجاتو والكب كيك. حلوة اول فكرة دي، كمان الفكرة دي ممكن نستفيد منها، ان انا الحاجات الرفيع بتاعت المطبخ دي بتتوه طبعا في الادراج، فهي الوقت حطاها في البرطمانات دي او المنظمات دي، منظمات البهارات، وحتى جزء برضو بهارات بتريح عليكي كتير اهي. ان شاء الله فيديو النهاردة يكون عجبكم، واستنى رأيكم وكومنتاتكم الجميلة ولايكات حلوة للفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.